مرحبا، رجعنا لكم من جديد في حلقة معرفية جديدة في عالم الزراعة. في حلقتنا دا رحلتنا المعرفية بتكون حول جراد البحر النرويجي، وبالانجليزي نسميها سكامبي أو نيروي لوبستر، واسمه أيضا الجمبري. نعرف طريقة صيدها بكميات كبيرة من البحار والمحيطات، وتعيش في المياه العذبة أيضا، بالإضافة إلى أننا نعرف كيف تتم الصناعة التحويلية لها. هذه هي جرارة البحر النرويجي، منتشرة بشكل واسع في كل من البحر الأبيض المتوسط وشمال شرق المحيط الأطلسي من شمال أفريقيا لغاية النرويج وأيسلندا. وهي لذيذة عندما تطبخ. ولصيد جراد البحر ده، أول حاجة لازم يتوفر شبكة من نوع اسمها شبكة الجر. يبدأ الصيادون برمي شباك الجر إلى المياه في أماكن تواجد جرارة البحر النرويجي. الشباك تتم تحميلها بسخل إضافي عشان نضمن أنها تصل إلى قاع المياه في أماكن تواجدها، لأنها لا تخرج من مكانها إلا أثناء البحث عن الطعام في الصباح الباكر أو المساء، خروجها أيضا أثناء التذاوج. أيضا هذا غير كده بتكون موجودة داخل حفرتها، وبعد فترة تستخرج الشباك محملة بجراد البحر النرويجي، وفي نفس الوقت بتكون محملة ببعض الأنواع المائية. تبدأ مرحلة تفريغ هذه الشباك من الحمولة، من ثم تغزل بالمياه. بعدها مباشرة يتم فرزها عن بقية الأنواع المائية لتكون منفصل تماما. يتم غسيلها من المرة الثانية، بعد ذلك بعبوها داخل صناديق بلاستيكية فيها فتحات عشان يدخلوها في الماء عشان تظل جراد البحر النرويجي حية. وبعد ما انتهت عملية الصيد تنقل إلى المصانع التحويلية أو الأسواق. وداخل هذه المصانع يتم وزن كل صندوق بلاستيكي على حدة، بعدها يتم إعدادها لتكون جاهزة للصناعة التحويلية. أول خطوة هي مرحلة الغسيل، تتم بشكل مثالي مباشرة، تمر بواسطة السيور لوحدة خاصة للفرز، يعمل بواسطة حساسات بها مستشارات تساعد على الفرز، وده عشان يساعد في انتقاء أفضل أنواع. وتستمر هذه العملية إلى أن يصلنا إلى مرحلة اختيار أفضل أنواع جراد البحر النرويجي، وده بعدين بيساعد في تسعيرها على حسب جودتها بناء على الفرز التمت. مباشرة بجينا مرحلة التعبعة، في أطباق مصممة بشكل خاص لهذا المنتج. أثناء التعبعة يتم التخلص من جميع الأجزاء الغير مرغوب فيها من خلال الفتحات الموجودة أمام العمال، وتستمر هذه العملية بنفس الطريقة إلى أن ينتهي. مباشرة تتوجه الأطباق إلى وحدة خاصة للتجميد، هنا بيعتمد على تقنية التجميد السري من خلال النيتروجين السائل، بحيث تمر الأطباق مباشرة عبر الوحدة، يتم تجميدها، وده بيدي قوام مناسب للمنتج النهائي، وفي جزء منها يتم صناعتها من خلال إدخالها في ماء ساخن عشان يساعد في إزالة الطبقة الخارجية الصلبة. والخطوة القادمة هي تمريرها في خليط معد مسبقا فيه مجموعة من المكونات المختلفة. مباشرة تنتقل هذه القطع إلى وحدة آخر فيها دقيق بواسطة سيور النخل، من ثم تمرر مجددا داخل وحدة التجميد. بعدها يتم تعبئتها مباشرة في عبوات. نتمنى أن تضغط لايك وتتابع حسابنا. أشوفكم في حلقة قادمة. سلام.